يغمى عليه، تغرب حتى يغمى عليه. فإذا أفاق وقال ليش تغرب؟ كتب الله. تلومني على شيء كتب الله عليه؟ كتب الله ما تغرب، ماذا أصنع؟ اقتنع اتركه، وإلا اغرب الثاني. لا تضرب أحد. احنا نقول هذا الكلام حتى تفهم. رفع سارق الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه تقطع يده، فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ فقال له عمر ونحن لا نقطع كلا بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله؟ كتب الله نقطع يده، ماذا نصنع؟ فأجاب بنفسه حجة. فأنت إيش تصنع؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. تعاطى الأسباب لا يضيعك الله. نعم. قال رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الإيمان باليوم الآخر. الأيام عندنا خمسة. الأيام كم بقى لها؟ خمس دقائق؟ ما أعلم. احنا باقين معكم للفجر ان شاء الله. ما في اشكال؟ الحمد لله. الايام خمسه. الايام خمسه. يوم عدم قبل ان تخلق، ويوم في الاجنه، ويوم في الدنيا، ويوم في البرزخ، واليوم الاخر. خمسه ايام. وهذا يكتب الله من يقول انتقل إلى مثواه الأخير كذاب. في بعث نشوف. إذا عندنا الإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان، الركن السادس أقر قدر. الآن نذكر الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ما يكون بعد الموت؟ خروج الروح، قبض الملائكة لها، صعودا بها السماء، تفتح وتغلق أبواب السماء، عودتهم بها الجسد، يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان يسألان عن الأصول الثلاثة، أسئلة القبر: من ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لمعبود سواه. ما دين الاسلام؟ ما النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ ثم نعيم القبر، نسال الله عز وجل، عذاب القبر، نسال الله عز وجل، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنه، النار، الشفاعه، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه، الجنه على ما شاء الله سبحانه، الصراط، الحساب، كل ما يكون بعد الموت هو من الايمان باليوم الاخر. ماذا تقول؟ امنت وصدقت وسلمت، مفهوم؟ نعم. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. جهل. جاء كتاب السنه بهذا وانت تنكر. عذاب الخبر، نعيم الخبر، سؤال الملكين، البعث، النشور، الصراط، الجنه، النار، الشفاعه، رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه، الجنه على ما شاء الله سبحانه وتعالى. كل ما يكون بعد الموت من الايمان باليوم الاخر. لو انكر كفر. كفر اكبر من صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح. الحوض، حوض النبي عليه الصلاه والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، احلى من العسل، من شرب منه شربا، لان الناس يظما عندما تدنو الشمس من الخلائق والجم من عار، يحتاج الى الشرب، والجزاء من جنس العمل. نقدم ان شاء الله بعد الاذان او بعد العشاء. بعد العشاء. طيب والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد. ها طيب.
ويخرج الله سبحانه وتعالى كان في قلب مثقال ذره من ايمان. لكن لابد يكون لديه ايمان، والايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وسياتي معنا باذن الله تعالى. ولا يلعب عليك الشيطان، لان الشيطان يبدا بك بالصغائر حتى تعتاد عليها، ثم تدخل في الكبائر حتى تعتاد عليها، ثم تدخل الى الشرك الاصغر حتى تعتاد عليه، ثم الى الامر. نسال الله عز وجل مراتب اربعه: صغائر، كبائر، شرك اصغر، شرك اكبر. صاحب الشرك الاكبر مخلد خلد ابدي في النار، من مات على الشرك الاصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنه. فانت لا تستهين، استدرج بك الشيطان، لا تتركها بالكليه، وقايه تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، هذه التقوى. نعم. قال رحمه الله: وإن رسول الله في الخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها آدم عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ولا أستطيع عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشفاعة حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذنه؟ الشفاعة حق لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، حق لله، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق. والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. والشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح لدخول الجنة، أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع في فتح أبواب الجنة. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، والشفاعة في عم طالب أن يخف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. أما الشفاعة العامة يدخل فيها كل موحد، كل موحد، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة، الصالحين، الأفراد، أكفار الصراط، كل موحد. شفاعة في رفع الدرجة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المدينة، نصلي على الجنازة ندعو، اللهم اغفر له وارحمه. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحقت النار من الموحدين ألا يدخلها، هذا عام لكل موحد. نعم. قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. لكن نحن الآن سمعنا بما وآمنا، كل واحد منا يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن هذا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: من أسعد الناس بشفاعتي؟ هذا المطلوب دار العمل هذا. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، لا تكون لمن أشرك بالله. فماذا تصنع؟ تخلص، تخلص لله العمل، لا تشرك بالله. من أشرك إذا لا تنفع، فلا يمكن يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أسعد الناس؟ قال: من قال لا إله إلا الله. هناك من يقول لا إله إلا الله وهو مشرك، يعبد الصنم، يدعو غير الله،
يطب القبور، ينادي الأولياء الصالحين في الحوائج في المناخر عليه من الله، يا كذا يا كذا أغثني، ينادي الشمس، نعم سقط له الصين من هذه الشمس، يقول يا شمس يا سيد موسى شرك أكبر عندما يعبد الشمس، نعم من يطوف حول القبور، من يقول ان الاولياء يخلق ويرزق ويدبر الامر، والله لا يسعد بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاخلاص والتوفيق، سواء جعلنا كلنا يا رب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، واساله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء.